فيها شوك بدي شخص يعني حلقي وجه زي هيك. طيب كويس. حسيت اول ما اكلتها انه هذه رح تكون كانت ناشفه وهذه طريه ويعني اذكى كثير. هذه شوي مش عارف يمكن طبختوها كثير او شيء ناشفه. من اسرع واذكى الاكلات اللي كمان صحيه السمك المشوي، بس كثير مرات بيطلع معنا ناشف وبلا طعم. من احلى الطرق لنحافظ على رطوبه السمك وطراوتها طبخها باستعمال طريقه ان بابيو. بهاي الطريقه بنطبخها في ورق الزبده وبتستوي السمك على البخار. ممكن نضيف البهارات والأعشاب والخضار اللي منحبها ورح تطلع سمكتنا طرية والنكهة رح تكون مركزة.